ولكن زي ما اتكلمنا على سلبيات في الدوري المصري، عايزين برضو نتكلم على ايجابيات. اكيد في ايجابيات، من ضمن الايجابيات كمان بل واهمها هي الانسانيه. الانسانيه التي تحلى بها البعض، بعض يبقى بعض اللاعبين، بعض الجمهور، ولكن انا عايز اتكلم على جمهور مصر وجمهور النادي الاهلي لما وقف وقفه كبيره جدا مع الكابتن مؤمن زكريا. كلنا شفنا ان في عدد كبير جدا من الجماهير راحت لكابتن مؤمن البيت علشان تسنده، لان كابتن مؤمن زي ما احنا عارفين بيمر بظروف صحيه صعبه، وكلنا يقين في ربنا ان مؤمن يرجع احسن من الاول. ومع ذلك كان في ناس كتير جدا كانت حريصه انها تدعم مؤمن زكريا، ناس كتير جدا راحت له البيت، جمهور مصر، جمهور النادي الاهلي، مجلس اداره النادي الاهلي، مجالس ادارات بعض الانديه دعمته، ولاعبين معاه طول الخط ومسؤولين في الاهلي بيقدموا كل الدعم لمؤمن. في حاجات كتير جدا معلنه وفي حاجات برضو مش معلنه، لكن الكل بيدعم مؤمن زكريا. واخرهم دعم، يمكن احنا شفنا من يومين احمد شرويده في نادي حرس الحدود، وبعد ما جاب هدف لبس الفانيلا او مسك فانيلا عليها صوره مؤمن زكريا. محمود جنش امبارح حارس مرمى نادي الزمالك في اخر المباراه برضو عمل لفته طيبه ولقطه انسانيه ولبس فانيلا عليها صوره مؤمن زكريا، واتكلم كلام كويس جدا عن مؤمن زكريا. هي لقطه انسانيه ودعم يستحق الاشاده، لان لازم نشيد لو في حاجه سلبيه بنقولها، ولو في حاجه ايجابيه لازم نشيد بيها، لان الرياضه قبل كل شيء اخلاق قبل ما تكون منافسه شريفه داخل الملعب، وده اللي اتعلمناه في النادي الاهلي. ومن هنا بندعي ربنا انه يمن بالشفاء على مؤمن زكريا ويرجعه احسن من الاول يا رب ان شاء الله. يمكن ربنا ليه حكمه في كل حاجه، واي شيء بيحصل لاي حد فينا بيكون حكمه من ربنا، ممكن ما تعرفهاش دلوقتي لكن نعرفها بعدين. ولكن نعرفه كمان ان الدعاء بيرفع البلاء. كلنا مؤمنين بالله وبقضاء الله، وباذن الله مؤمن بايمانه وبدعاء كل محبيه قادر يعدي المحنه دي ويتخطاها ويرجع ينورنا وينور الملاعب بلمساته الجميله واهدافه الملعوبه. كل اللي نقدر نعمله احنا كجماهير ان احنا ندعي المؤمن. عن نفسي وعن زمايلي في الاستوديو التحليلي هندعي، واللي بيسمعنا يامن عليه. سبحانك اللهم يا إلهي، أسألك وباسمك الأعظم الذي به أحييت العباد، وبأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، أن تشفي عبدك مؤمن زكريا شفاء لا يغادر سقما، وأن تشمله برحمتك فأنت أرحم الراحمين، فرحمتك وسعت كل شيء. إن شاء الله مؤمن بإذن الله رب العالمين يرجع لنا بألف سلامة ويرجع أحسن من الأول إن شاء الله.